مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربي، معك جوزيف دهري محلل ومدرب معتمد في هذه الشركة. بهذه الجلسة الصباحية رح نمر على المراكز أو فرص الاستثمار اللي دخلنا فيها بالسابق وبجلسات سابقة، وطبعا رح نمر على معرض العمليات الرئيسية والمعادن والسلع الموجودة عندي على منصة التداول. طبعا في البداية ومثل ما بتعرفوا بنحذركم من المخاطر الموجودة بسوق الفوركس أو بأسواق المال، مش لأنه سوق الفوركس هو إذا بدكم من الانفستمنت أو نوع الاستثمارات الأخطر، ولكن لسبب سرعة التداول فيه أو لسبب سرعة خلينا نقول الخسائر والأرباح اللي ممكن تواجهوها في سوق الفوركس. فبالطبع إذا عندي كابيتال وبدي أفتتح أنا مطعم أو فندق ويعني ابتدي بزنس جديد بحياتي، طبعا بده يكون في عندي نوع من المخاطر على حي الله بزنس ممكن ابتدي فيه. فسوق الفوركس المخاطر اللي ممكن طبعا تواجهوها هي وقف الخساره لكل مركز او فرصه استثمار بتدخلوا فيها، ولكن هل يا ترى فرصه الاستثمار او المركز اللي ندخل فيه وبنحدد له وقف خساره هل يا ترى هو صحيح في البدايه او خاطئ؟ طبعا هذا الشيء بيرجع لتحليلكم، ولكن لازم اهم شيء نعرف ان نقطه وقف الخساره هي نقطه حساسه جدا. اذا في حال عم نعرض وقف الخساره باماكن غير حساسه ممكن السوق يلمس لوقف الخساره بشكل سريع ويكفي اتجاهه الصاعد او الهابط. فنحن اللي علينا نعمله انه نبتدي بفرصه الاستثمار ونحدد الاتجاه المنتظر للعمله والسلعه المعينه، طبعا باستعمال التحاليل التقنيه وبعض التحاليل الاخرى. ولكن الامور الاخرى اللي ممكن نتكلم عليها هي وقف الخساره او تحديد الستوب لوس باماكن معينه اللي هي لازم تكون اماكن طبعا حساسه. بالنسبه للوقف الخساره او الستوب لوس انا كنت بفضل على طول يكون اذا ما عندي تقلبات بالسوق او فولاتيليتي بفضل على طول يكون وقف الخساره معروض بشكل اذا بدكم اغلاق شمعه تحت مستويات معينه او فوق مستويات معينه، ولكن ليس معروض بشكل واضح على انه اذا في حال انخفض السوق وانلمس هذا الوقف الخساره ممكن انه طبعا يغلق مركزي. يعني على سبيل المثال اذا في حال انا اتوقع انه ممكن يعني على سبيل المثال الاويل ينزل او بالاتجاه الهابط نتوقع الهبوط للنفط، فاذا في حال بدي اعرض وقف الخساره فوق اخر قمه سجلت عندي ممكن يرتفع السوق يلمسها وينخفض بشكل سريع. اما اذا في حال طبعا عم بتوقع انخفاض اسعار النفط وعرضت وقف الخساره اغلاق شمعه يوميه فوق خط المقاومه خلينا نقول، هون بهذه الحاله بكون عم بحمي حالي من التقلبات اللي ممكن نشهدها على الرسوم البيانيه. فانا لما اعرض وقف الخساره اغلاق شمعه فوق خط المقاومه بده يكون عندي الكيبيليتي، بده يكون عندي اذا بدكم المراقبه لسوق الفوركس بشكل دائم. فطبعا هذا المستثمر اللي عنده وقت فراغ خلال النهار اللي هو بيقدر يراقب سوق الفوركس ويراقب تقلبات وتحركات الاسعار ممكن يستعمل هذه الاستراتيجيه. اما بالنسبه للمستثمر اللي بيغلق جواله وطبعا بيبتدي باستثمار وبغيب عن الشاشه بهيدي الحاله ما ممكن يشتغل هذه الاستراتيجيه، ممكن لازم يعرض وقف خساره بمكان حساس، وطبعا اذا في حال كانت التقلبات ضخمه جدا لازم يكون عارف وين بالضبط عم يعرض وقف الخساره. هذا بالنسبه طبعا للفولاتيليتي او التقلبات اللي ممكن نشهدها ولمس وقف الخساره بشكل سريع. اليوم انا كنت هدفي طبعا او عنوان هذه الجلسه خلينا نقول يعني مثل ما قريته بالتايتل طلبيات السلعه المعمره الاساسيه، المعمره الاساسيه بالنسبه لي طبعا هذه هي الكور دورابل جودز اوردرز. شو يعني الكور دورابل جودز اوردرز؟ اللي هي طبعا نتوقع فيها الدورابل جودز هي الامور خلينا نقول السلع اللي هي غير اساسيه بحياتنا اليوميه. شو يعني؟ يعني اذا في حال بدنا نشتري شيء غير اساسي للبيسك نيدز او خلينا الامور اللي خلينا نقول بتساعدنا لطبعا عيش حياتي، فبهيدي الحاله بتكون الديوربل جود. ديوربل جود يعني ممكن اشتري على سبيل المثال خلينا نقول بريسلت، ممكن عقد، ممكن ذهب، ممكن حيالله شيء ممكن يكون اضافه بالاضافه على الامور الاساسيه اللي ممكن استعملها بحياتي اليوميه. فطبعا بهيدي الديوربل جودز اوردر كل ما تزيد الارقام كل ما يكون عندي خلينا نقول يعني إشارة أو تأكيد على أنه السوق والاقتصاد بأحسن حالاته، والأشخاص مش بس عم بيفكروا كيف يأمنوا حاجاتهم اليومية وحاجاتهم اللي خلينا نقول الأساسية، وإنما عم بيفكروا كيف ممكن يرفهوا على حالهم ويشتروا أمور غير هن لازمين لها طبعاً.
او ملزومه. بالنسبه لي فكل ما تزيد الكور دورابل جودز او كل ما يزيد الرقم تبعها ممكن تكون هيدا شيء ايجابي للاقتصاد، وممكن طبعا ياثر بشيء ايجابي على ارتفاع اسعار الذهب وغيرها من المعادن. هون الكور دورابل جودز اوردر ميجر ذا تشينج ان ذا توتال فاليو اوف نيو اوردر لونج لاستنج مانيفاكتشرينج جودز excluding transportation because aircraft order are okay very volatile الى اخره. فهيدي الخبريه اللي عم بشرح لكم اياها هي بتاثر على durable goods. ممكن طبعا نشوف التشارت تبع durable goods كيف كانت قديما انه ممكن كانت عم ترتفع، عم نتكلم بال 2010، ولكن من 2014 ل 2018 عم نلاحظ انه في ضعف بال durable goods. فبهيدي الحاله الاشخاص وخاصه هلا يعني عم نتكلم على جولاي وشهر 8 24 شهر 8 طلعت الدوربل جودز 0.2 مقابل 0.5 الفوركاست. فكرمالها عم توطى، كل ما تكون عم توطى الدوربل جودز امامنا يعني عم نتكلم على ضيقه اقتصاديه ممكن يكونوا عم بيشهدوها الاشخاص، وطبعا عبر العالم عم نتكلم، ولكن هذا هذه الارقام فقط للولايات المتحده، ولكن ممكن تكون اذا بدكم اشاره لباقي الاقتصادات الاخرى بما انه الولايات المتحده عندها اكبر اقتصاد، تقريبا اكبر اقتصاد بالعالم. فبالنسبه لي لكن الجودز او الدوربل جودز كل ما تزيد الارقام للدوربل جودز كل ما يكون عندي اذا بدكم رياحه اقتصاديه ممكن يكون عم نواجهها، وكل ما تقل الدوربل جودز كل ما يكون عندي ضيقه اقتصاديه. فبهذه الحال نتوقع اذا اليوم خلينا نشوف الاوفر فيو اليوم الدوربل جودز على الساعه طبعا 3:30 لاوغست. اوكي هلا اوغست بالنسبه للدوربل جودز اللي هي اليوم كانت 0.1، من المتوقع انه تيجي 0.4. اذا في حال بالفعل اجت اكثر من 0.4 واكثر من 0.1 خلينا نقول ممكن تكون عم تتحسن الدوربل جودز، فهذا الشيء ايجابي ممكن يرفع اسعار الذهب على سبيل المثال اسعار الذهب. انما اذا في حال اجت سلبيه ممكن طبعا نشهد بعض الضغوطات، لانه اسعار الذهب اذا بدكم تعتبر غير انه كاستثمارات، تعتبر اذا بدكم لامور او مانيفاكتشرنج برودكتس اللي هي ممكن تكون ترفيهيه او فقط لا يعني الامور اللي منا اساسيه للحياه اليوميه اللي ممكن نتطلبها كرمال نعيش. فبالنسبه لي الدوربل جودز مهمه جدا اليوم، ممكن نشهد على الدولار الامريكي ولانش الجوبلس كليمز طبعا او الوظائف اللي ممكن تكون خلينا نقول عم بيعددوا اذا بدكم او عم بيزيدوا الشكوات في الولايات المتحده على قله فرص الوظائف الموجوده في الولايات المتحده. فبهذه الحال مش الجوبلس كليمز ايضا مهمه جدا لجلسه اليوم. اما بالنسبه للرسوم البيانيه خلينا نبتدي بشكل واضح، كان عندي فرص استثمار جيدة جدا اللي داخلين فيها أو المراكز اللي داخلين فيها. عنا أولا اليورو كاد، طبعا هلأ فيها أرباح، ولكن اليورو كاد بجلسة أمس من وراء الـFOMC كانت عم تتداول قرب مستويات 153، يعني كان فيها شي 120 دولار ربح. هيدي بالنسبة لليورو كاد، ولكن طبعا رجع ارتد السوق هلأ فالأرباح صارت أقل. بالنسبة للسل WTI انتو كنتوا عارفين انه أسعار النفط أيضا خفضت 100 نقطة أو 120 نقطة بجلسة أمس، ورجعنا هلأ ارتدينا، فهيدي أيضا كان فيها بحدود 110 دولارات ربح. وأيضا أسعار الذهب هلأ عم تتداول 1195، كنا سجلنا 1191 بجلسة أمس. يعني عم نتكلم على ثلاث مراكز للأسف ما قدرت انه أنا أكون لايف معكم بجلسة أمس، بجلسة أمس ما قادر أكون لايف معكم وأغلو المراكز اللي موجودة عندي أو أعطيكم إذا بدكم تحديد خلينا نقول المراكز أو أغلاق المراكز اللي كانت على ربح بأقصى طبعا أرباح أو بأقصى فرص لها. وللأسف هلأ رجع ارتد السوق شوي صغيري وأصبح عندي إذا بدكم 50 دولار لليورو كات، 63 دولار للأسعار الذهب، وأسعار النفط اللي هي 0 دولار رجعت على البريك إيفن أولموست، فالأرباح فقط هي 108 دولارات. طبعا نحن بالأرقام الإيجابية وهذا الشيء اذا بدكم جيد، ولكن للاسف انه كنا نحن بجلسه الـFOMC كان عندنا ارباح طايله بجلسه امس. طبعا صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. بالنسبه للباوند ين واليورو ين، طبعا رح نقوم بتحليل الباوند ين واليورو ين. الباوند ين هو الكريزي كروس، واليورو ين طبعا هو من الكروسز اللي انا بحب اتداول عليهم. صباح الخير استاذ احمد. اليو اس دي سي اتش اف، يلا رح نبتدي بالتحليل التقني خلينا نشوف، ولكن كنت حابب مر فقط على المراكز اللي ابتدينا فيهم او اللي اوريدي فاتحينهم في البدايه. اول شيء بدنا نبتدي على زوج اليورو دولار. زوج اليورو دولار عم نشهد التراجع للعمله الاوروبيه الموحده، ومن المتوقع كانت هذا السيناريو بما انه قلت لكم المومنتوم او قوه الزخم اللي حصلنا عليها من وراء الانفرس هيد اند شولدرز او هذا الشكل او هذا النمط ما كان كافي. لما الكتف اليمين، كتف
اليمين او الكتف الايمن، خلينا نقول يكون عندي مومنتوم فيه، يعني لازم يسجل مستويات تحت كتف اليسار. هذا كتف اليسار، اذا في حال كتف اليمين سجل مستويات تحت كتف اليسار فبهذه الحاله بيكون عندي مومنتوم اكثر للارتفاع، ونتوقع تكمله اتجاه الصاعد بشكل واضح وموجه اندفاعيه. انما هذا الانخفاض اللي سجلناه بكتف اليمين ما كان او ما اخذ مومنتوم او زخم كافي لنكفي هذا الاتجاه الصاعد، فبهذه الحاله وصلنا لخطوط مقاومه وابتدينا نرتد لزوج اليورو دولار. واتوقع ارتداد اذا في حال اخترقنا مستويات ال 116.92 اللي هي الارقام الحاليه تقريبا 116.90 116.92، اغلقنا تحتها شمعة ساعة بزيادة H1 1 hour كاندل، أغلقنا تحت مستوى 116.90، ممكن كف اتجاه الهابط لزيارة مستويات 114 و115 بهذه الحالة قبل ما نرجع نفكر باتجاه صاعد. فبالنسبة لنا طبعا المستويات المنتظرة اللي هلأ المستويات اللي عم نتداول عليها هلأ 116.90 116.92 مهمة جدا. اغلاق بدنا نشوف اغلاق شمعة ال H1 او ال H4، اذا في حال اغلق تحت هذا المستوى اتوقع تكمل اتجاه الهابط. طبعا هذا المستوى مهم جدا بما انه خلينا نقول عم بتدل على ويف 4، ممكن يكون عندي اشارة انعكاسية اذا في حال تم اختراق هذه المستويات. الترند لاين الصاعد قلت لكم رح يتم اختراقه بجلسة امس، اذا بترجعوا بتراجعوها قلت لكم هذا الترند الصاعد متوقع اختراقه وبداية موجة هبوط جديدة. هلأ فرص استثمار على اليورو دولار ما رح ندخل، ما عندي اي فرص استثمار على اليورو دولار، ولكن للاشخاص اللي عندهم بدهم ينتبهوا لهذه المستويات اللي عم نتداول بقربها هلا على اليورو دولار، اذا في حال اغلقنا تحتها توقعوا تكمله اتجاه الهابط، او اذا في حال حافظنا على هذه المستويات نتوقع موجه جديده بالاتجاه الصاعد. فهذه المستويات هي الفاصل، بدكم تنتبهوا 116.90 هي الفاصل. ما حدا يقول انه ممكن يكون عندي سيناريو اخر، انا ما عم بعطيكم اذا بدكم سيناريوين على اليورو دولار، ولكن عم بقول لكم المستويات الحاليه اللي عم نتداول بقربها هي فاصل بين السيناريو الايجابي والسيناريو السلبي. كنا تكلمنا على الاسترالي دولار وقلت لكم زياره مستويات 72.20 و72.05 هي مستويات ممكن تكون مغريه للشراء، ولكن بنفضل انه ننتظر اشاره انعكاسيه على هذه المستويات، شمعه تبع على فريق الثيران ترجع تدل على سيطرة عن جديد لهذا الفريق قبل ما نفكر بالشراء. فبالنسبة لي رح انتظر، لان هلا عم نشوف شموع ضخمة، عم نشوف شايفرز امامنا، هذه الشموع الحمراء ممكن ادخل بالاتجاه المضاد لها، طبعا هذا انتحار، منشان هيك رح نرجع ننتظر اشارة انعكاسية قرب هذه المستويات، اشارة شراء لنرجع نفكر باتجاه صاعد عن جديد. هيدا بالنسبة للاسترالي دولار. اما بالنسبة ل اليو اس دي سي اتش اف اللي هو طبعا طلبته احد الاشخاص طلبه مني، خلينا نشوف انه هلا عنا اشاره ارتفاع وممكن يكون عندي تثبيت كاع. وبالنسبه لالي قلت لكم انه ممكن يكون عندي باتر فلاي باترن، وهذه الباتر فلاي باترن هي ايجابيه. شو يعني ايجابيه؟ عندي اكس اي بي سي دي، فبهذه الحاله اذا ممكن تعملوا سيرش للباتر فلاي باترن على جوجل تعرفوا هذا النمط او هذا الشكل، يعني هو شكل ايجابي طبعا، ونتوقع اشاره انعكاسيه بالاتجاه الصاعد اقله لزياره مستويات او اخر قمه انخفض منها السوق. فمستويات ال 97.60 اتوقع زيارتها بالجلسات القادمه، وقوه الدولار الامريكي مقابل الفرنك السويسري. مش ضروري يكون عندي اتجاه عام صاعد، ولكن ممكن فقط تكون هذه الموجه هي موجه تصحيحيه لزياره هذه المستويات، ومن ثم نرجع نفكر لما نزور هذه المستويات اذا في حال ممكن يتم اختراق نكفي اتجاه الصاعد او نرجع نلتف باشاره جديده. ولكن بالوقت الحالي اتوقع قوه الدولار الامريكي مقابل الفرنك السويسري بالجلسات القادمه لزياده مستوى 0.97 خلينا نقول 64 اللي هو هذا الرقم المتوقع على السويسي او الفرنك السويسري. تمام، هيدي بالنسبه للدولار السويس. اما بالنسبه للجي بي بي جي بي واي واليورو ين، جي بي بي ين اللي هو الكريزي كروس او الكروس المجنون، ممكن نبتدي فيه ونشوف هذه المناطق المهمة جدا كان عندي فرص استثمار عليها، وممكن اتوقع ضعف الجي بي بي جي بي واي. ليش نتوقع ضعف الجي بي بي جي بي واي اللي هي ابتدت طبعا على رسم بيان اليومي؟ يا جماعة على رسم بيان اليومي شهدنا على نمط احتوائي انجلفينج باترن على الرسم بيان اليومي اللي هي هذه الشمعة الحمراء. نمط الاحتوائي او الانجلفينج باترن هي انجلفينج باترن، ممكن تعملوا لها سيرش على جوجل وتشوفوا انه الانجلفينج باترن هي من الباترنز اللي بتعطيني اشاره انعكاسيه. اوكي،
وهي لما الشمعة المضادة للاتجاه العام اللي هو هون كان الاتجاه العام صاعد باللون الأخضر، فجأة حصلنا على شمعة حمراء سجلت مستوى أعلى من الشمعة اللي قبلها، أغلقت تحت افتتاح الشمعة اللي قبلها، فبهذه الحالة أعطتني إشارة انعكاسية. ممكن تعملوا دراسة للانجولفينج باترن، تعملوا لها سيرش على جوجل، وبهذه الحالة هذه الانجولفينج باترن نتوقع أنه نعرض وقف خسارة فوق القمة تبع هذه الانجولفينج باترن، يعني وقف الخسارة قرب مستويات ال 149 90، إشارة انعكاسية فقط تصحيحية واتجاه هابط. أتوقع تكملة اتجاه الهابط للجي بي بي جي بي واي على رسم بيانات اليومي بجلسة القادمة. توقعوا ضعف الين الياباني الاسترليني مقابل الين الياباني، يعني ضعف جي بي جي بي واي، ارتفاع الين، ارتفاع الين يعني انخفاض الدولار ين. بدكم تنتبهوا، هون عم نتكلم على ارتفاع الين لحاله. ضعف الاسترليني مقابل الين. فبهذه الحالة جي بي بي جي بي واي، جي بي بي جي بي واي، إذا في حال نتوقع انخفاض هذا الكروس، عفوا. لكن نرجع نعيد، جي بي بي جي بي واي، اوكي، اذا في حال نتوقع انخفاض هذا الزوج، يعني نتوقع انخفاض الجي بي بي وارتفاع الجي بي واي. اذا في حال توقعنا ارتفاع الجي بي واي، انخفاض للجي بي بي صحيح، لانه عم بيرتفع هلا نحن بموجه تراجع لليورو دولار والجي بي بي. اما بالنسبه للجي بي واي، اذا في حال نتوقع قوه الجي بي واي، يعني نتوقع ضعف الدولار ين، لانه هون عم نتكلم عن الين الياباني يقوى لحاله، فبده يضعف الدولار الامريكي مقابل الين الياباني، وبهيدي الحاله نتوقع ان الدولار ين يكون عم بيتراجع. اذا بنرجع بنشهد الدولار ين، وبالفعل بتشوفوا عندي نوع من التراجع وايضا نمط احتوائي على الين الياباني، وبهيدي الحاله تراجع الين الياباني لمستويات بعد اوطى، ممكن نزور مستويات ال 110 وحتى ال 108 على المدى القصير. فبهيدي الحاله بنكون ممكن شهدنا على دبل توب للدولار ين، ونتوقع اشاره انعكاسيه واتجاه هابط على المدى القصير لهذا الزوج. فبالنسبة لي أتوقع ضعف الاسترليني، ضعف اليورو بالمرحلة القادمة. كنت تنتبهوا من مستوى 16.90 اللي هي تم تثبيتها هلأ، وهلأ عم نتداول على مستويات 117.05 لليورو دولار. فبكنت تنتبهوا هذه المستويات، قلت لكم مستويات مهمة جدا وفاصل بين السيناريو الإيجابي والسلبي. وبيرجع عندي الدولار ين تراجع لها، فممكن نستفيد من الكروسز مثل الجي بي جي بي واي ضعف لها، وأيضا اليورو ين. اليورو ين اتوقع ما يكون عندي سيناريو كثير فارق عن جي بي بي جي بي واي، بما انه اليورو والاسترليني بيمشوا بالاتجاه سويا، فبهذه الحاله اتوقع ايضا ضعف لليورو ين بالجلسات القادمه، وطبعا مع وقف خساره فوق اخر شمعه اليوم، فوق قمه شمعه اليوم او الشموع الثلاثه اللي تم تثبيت مستوى ال 133.15. فبالنسبه لي السيناريو هو ضغط سلبي لليورو ين والاسترليني ين بالجلسات القادمه. اوكي، هيدا بالنسبه للكروسز اللي عم نتكلم عليهم او اللي طلبهم مني احد الاشخاص. اما بالنسبه للعملات والازواج الاخرى، خلينا نبتدي باسعار الدولار كاد. الدولار كاد من الواضح انه كنت انا مصر انه نبتدي موجه اندفاعيه جديده لزياره مستوى ال 134. فبهيدي الحاله كنت عم بقول لكم انه الانخفاض هو بنفق ميل على انخفاض، هو فقط داونورد شانل، وهذا الداونورد شانل هو فقط تصحيحي، وبالفعل تصحيح، لانه ابتدينا هذه الموجه الاندفاعيه لزياره مستويات اعلى، وطبعا انتهاء هذه الموجه الضخمه التصحيحيه الكوركتيف ويف لزياره الموجه الخامسه او السابعه 7 سوينج هاي، لانه هي كيف تعتبر موجه رقم واحد اللي هي A، موجه B هي 2، ونتوقع خمس موجات ارتفاع لويف C اللي هي فيها 1 2 3 4 5. فاتوقع بالجلسات القادمه زياره مستويات ال 135 134 50 هذه المستويات، ومن ثم انتهاء هذه الموجه التصحيحيه بالاتجاه الصاعد و7 سوينجز هاي للدولار كاد، وبدايه موجه اندفاعيه بالاتجاه الهابط جديده، ونعزز مراكز البيع لزياره مستوى ال 120 كهدف اول وال 115 كهدف ثاني. فهذا 7 سوينج هاي اللي عم نتكلم عليه هو بيج اي، هيدي اول موجه تصحيحيه، بيج بي، ومن ثم 1 2 3 4 5 اللي هي تسمى او تلقب ببيج سي. بنكون انهينا بيج اي بي سي، هذه الموجات التصحيحيه للدولار كاد على رسم بين اليوم او الاسبوعي، وبنكون انهينا
اوكي الملح الافقي والتذبذب الافقي لنبتدي موجه جديده اندفاعيه. طبعا المراكز اللي داخل فيهم يا جماعه ما رح نغلقهم هلا، فيهم ارباح 150 دولار ما رح نغلقهم، اليورو كاد رح ضلني انا داخل مركز شراء لنقرب من التيك بروفيت او تحديد الربح، رح ضلني بايع اسعار النفط، رح ضلني بايع الجولد لاتوقع اذا بدكم ارباح بعد اكثر لنعزز اذا بدكم هذا الكابيتال اللي عم نتداول فيه او عم نستثمر فيه سويا اللي هو عباره عن 3000 دولار. اما بالنسبه لاسعار الذهب، اسعار الذهب بجلسه امس بالاف او ام سي كنا شهدنا شمعه حمراء ضخمه اللي هي انخفض من مستوى ال 1200 تقريبا لزياره مستوى ال 1191. عم بتلاحظوا انه بشكل او اخر فريق الثيران عم بجرب يناضل لا يحافظ على اسعار الذهب على هذه المستويات، وطبعا فريق الدبب عم بجرب بالشموع الضخمه الشيفرز عم بحدد اذا بدكم انخفاضات مثل هذه الشموع اللي عم نشهدها بجلسه امس واللي قبلها، وطبعا الشموع الصادقه. فبهذه الحاله يعني خلقنا مرحله نوع من المرحله الافقيه اللي هي عندها نوع من الانسرتينتي لاسعار الذهب، وبهذه الحاله نتوقع انه ما يكون عندنا اتجاه واضح. ولكن اللي جربت لكم اياه انا انه الانخفاض من مستوى 1204 اللي تكلمنا عليه من جلستين لورا، انه نتوقع موجه هبوط بسيطه لزياده مستوى 1190، ومن ثم بنفكر اذا في حال بدنا نعزز مراكز البيع او نرجع نبتدي باشاره انعكاسيه. فبالنسبه لألي انه انا الاستثمار على اسعار الذهب كانت مجرد موجه بسيطه فيها 53 دولار ربح، ممكن نغلقها وممكن نخليها لزياده مستوى 1180 كهدف اول. فانا بالنسبه لألي ممكن هلا نحدد الستوب لوس على ال 1201 او على البريك ايفن تتصير ريسك فري تريد. هيدي بالنسبه لاسعار الذهب 1201.80، وقف الخساره اصبح على البريك ايفن، اصبح نقطه دخولنا هي 1201.80 والستوب لوس وقف الخساره 1201.80، فهذه بوزيشن ريسك فري تمام. وايضا بالنسبه لليورو كاد ممكن نحدد ريسك فري تريد اللي هي اصبح عندي اذا بدكم فيها تقريبا بحدود ال 50 نقطه ربح، فممكن وقف الخساره نرفعه لمستوى ال 100 ومش بريك ايفن، مستوى ال 152 1.52 بكون عندي رفعنا وقف الخساره من مستوى ال 151 35 لمستوى ال 152 وقلصنا من الريسك او من المخاطر اللي ممكن نواجهها في هذه المراكز. اما بالنسبه لاسعار النفط لانه التقلبات فيها مرتفعه انا بفضل انه تضل وقف الخساره على 73 15 اللي هي طبعا قريبه بعض الشيء، ولكن اتوقع انه بالمرحله القادمه وبجلسه اليوم اذا في حال ما شهدنا على اشاره انعكاسيه بالاتجاه الهابط اتوقع تكمل الاتجاه الصاعد للنفط. فبهذه الحاله فرصه استثماري ما راح اعطيها ريسك اكثر من اللي اعطيها اياه كمان لنبتدي باشاره انعكاسيه ونبتدي بموجه هبوط على اسعار النفط. اوكي هيدي بالنسبه للكرود اويل. اهلا وسهلا فيك استاذ مهدي، شكرا لك، شكرا لك طبعا. اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه، ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من هذه التحاليل اليوميه والصباحيه. طبعا هذا شيء نتميز فيه في شركه تكمل وجودنا اليوم والدائم بقرب العملاء اللي هن بيشتغلوا طبعا معنا. للاشخاص اللي طبعا ما عندهم حسابات مع تكمل او حسابات مع شركتنا، ممكن طبعا يدخلوا على موقع تكمل ليشوفوا انواع الحسابات الموجوده عندنا، اللي هي عندنا حسابات الفي اي بي اكونتس، عندنا حسابات طبعا اي سي ان رو سبريدز اللي هن سبريدز او فروقات كثير كثير طبعا واطيه، وايضا عندنا النورمال اكونتس اللي هو فيها سبريدز 1 تو 2 اللي هي عندنا نوعين طبعا من الاكونتس. فبهذه الحاله ممكن تختار واحد منهم، ولكن عندنا مميزات غير انه نحن وجودنا الدائم مع محللينا بكل اللغات، يعني نحن هلا عندنا اللغه العربيه طبعا اللي هي انا عم بقوم بتحليلها او عم بقول بتغطيه مباشره فيها، ولكن عندنا المحلل الالماني، عندنا باللغه الالمانيه، عندنا باللغه طبعا الماليزيه، الصينيه الى اخره والانجليزيه. فبهذه الحاله بشكل يومي نحن نقدر نقوم بتغطيه على جميع اللغات وعلى جميع المتداولين اللي بيكونوا عم بيشتغلوا مع شركه تكمل. فبهذه الحاله طبعا ما تنسوا تزوروا مدونه تكمل ايضا البلوج اللي هو بيقوم اذا بدكم بابلودز لبعض الاخبار الرئيسيه والاخبار اللي ممكن نواجهها بسوق المال، وطبعا بتكون مفيده لنا اذا في حال نقريها ونوسع معلوماتنا العامه. اما بالنسبه لالي اليوم الديوربل جودز هي اللي راح تكون الانظار عليها عن دخول الاسواق الامريكيه، بتكون تتبهم التقلبات اللي ممكن نشهدها. اما بالنسبه للمؤشرات الامريكيه برجع بقول لكم وبذكركم كل ارتداد
او ديب ممكن نشهده لازم يكون المثل بيقول باي ذا ديبس. شو يعني باي ذا ديبس؟ يعني نحن عم نتكلم على اشارات طبعا انعكاسيه بالاتجاه المضاد للاس بي 500 ولا الداو جونز، ولكن انا باكد لكم انه بعد عندي اتجاه صاعد. ممكن نشهد بعض الموجات المضاده للاتجاه العام اللي هو الاتجاه الصاعد، ولكن على المدى الوسط للطويل بالنسبه لموجات اليوت بعد عنا اتجاه صاعد وبعد عنا هايز جديده، الا اذا في حال تم اختراق خطوط الدعم الضخمة على رسم بين الأسبوع اللي هي هذه المستويات 22908 على سبيل المثال. إذا في حال أغلقنا تحتها نتوقع دغري فورا إشارة انعكاسية وبتكون ابتدت هذه الكراش سايكل اللي هي معظم المستثمرين في انتظارها. أوكي، أما بالنسبة للأمور الأخرى، إذا في حال طبعا استاذ مهدي لا ترخيص في الامارات، ما عنا، عنا ترخيص البريطاني اللي هو الاف سي اي، وعنا ترخيص طبعا السيشلز اللي هو الاف اس اي، وهلا عن قريب ان شاء الله رح نكون عم ناخذ طبعا ترخيص سايبرس اللي هي السايسك موجوده، ولكن كنا هلا عم نشتغل على ترخيص الاردن. فبهيدي الحاله طبعا الشركه امتدادها ضخم جدا عبر العالم، ولكن هلا عن جديد طبعا عم نجرب انه نمتد بالجي سي سي كونتريز والبلدان اللي هي الدول العربيه وفي الخليج. فان شاء الله يكون لنا وجود بكربكم ودعمكم لنا هو اللي بخلينا انه نحن نرتفع يوم بعد يوم اكثر واكثر ونمتد. فبهيدي الحاله انا بتشكركم وبتشكر متابعتكم لإلي. اذا في حال احتجتوا اي شيء نحن موجودين للخدمه على صفحه تكمل العربيه على فيسبوك، اي مسج او اي انبوكس ممكن تكونوا عم ترسلوا لي اياها نحن موجودين للرد واي استفسار عندكم اياه. انا بتمنى لكم نهار مثمر، وان شاء الله بكونوا مراكزكم طبعا كلها ايجابيه وبوزيتيف، وما تنسوا انه المراكز اللي داخلين فيها بعدنا فيها اليورو كاد باي دبليو تي اي او الاويل سيل وسيل اسعار الذهب، ونتوقع تكمله اتجاهات المتوقعه لجني بعض الارباح الاكثر طبعا لاغلاق او اذا بدكم لزياده الكابيتال اللي ابتدينا فيه. فهيدي هي هذه الجلسه، انا كنت حابب انه طبعا نكون عم مر على معظم العملات الرئيسيه والمعادن والسلع، وطبعا نعطيكم فكره عامه على الساعه 3:30 او 4:30 بتوقيت السعوديه عندكم دوربل جودز، انتبهوا منها وانتبهوا من التقلبات اللي ممكن تشهدوها. وانا بشوفكم بجلسه بعد الظهر بجلسه تعليميه، اليوم رح اكون عم بشرح لكم استراتيجيه معينه اللي هي استراتيجيه ما تتضمن فيها البولينجر باند والار اس اي ايضا بنفس الوقت، والشموع اليابانيه اللي هي جابانيز كاندل ستيكس. رح تكون استراتيجيه جيده جدا اللي هي تلقب باستراتيجيه الاي بي بي. فبالنسبه لي انا بتمنى منكم ترجعوا تتابعوني، رح اعطيكم تفاصيل اكثر عن جلسه بعد الظهر، رح اكون عم بشرح فيها جلسه مميزه اللي هي رح تكون تعليميه استراتيجيه للمضاربه وايضا للاستثمار على المدى الوسط للطويل، ممكن تنجح ل طبعا النوعين من الاستثمارات. انا بتمنى لكم نهار مثمر، كان معكم جزاف ظهريه من شركه تكمل، الى اللقاء.